واحد له أسلوب مميز في الحياة، وكل واحد له أسلوب مميز في خطه. في حاجات كتير احنا بنعملها في خطنا ما بنخليش بالنا منها. زي ايه مثلا؟ في ناس بتكتب بخط كبير، في ناس بتكتب بخط صغير، وفي ناس خطها بيميل يمين، في ناس خطها بيميل شمال، وفي ناس وهي بتكتب بتدوس جامد على الورقة. فكر في خطك، شوف خطك ده انت بتعمل ايه بالضبط، وهل حجم الخط والميل والضغط بيبين شخصية اللي بيكتب؟ تعالوا في الأول نتكلم عن حجم الخط. ليه بنكتب بخط كبير وليه بنكتب بخط صغير؟ فكروا معايا، ليه في ناس بتكتب بخط كبير وليه في ناس خطهم صغير قوي؟ البنات خطهم صغير، الولاد خطهم كبير. لو واحد خجول بيكتب بخط صغير، لو واحد كلامه كتير بيكتب بخط كبير. حاجات كتير ممكن نعرفها من حجم الخط. في مقاسات لكل خط. المقاس الكبير من 9 ملي لغاية 15 ملي. ايه مواصفات اللي بيكتب بالمقاس ده؟ اللي بيكتب بخط كبير دي شخصية مبالغة في الأمور، شخصية كلامها كتير، شخصية بتحب الظهور. ولو كان الخط كبير قوي بشكل مبالغ فيه، يبقى الشخصية دي عندها مشكلة نفسية ولازم توقف مع نفسها. اللي بيكتب بخط صغير، طبعا الخط الصغير من 7 ملي أو أقل، دي شخصية عملية بتحب التفاصيل لكن بتكون خجولة. ولو زاد الخط في حجم الصغير ده، يبقى الشخصية دي محبطة وعندها مشكلة نفسية. عشان كده لازم يكون في عندنا اتزان في كل حاجة، لازم نكون في الوسط. ما ينفعش يبقى خطنا كبير قوي، ما ينفعش يبقى خطنا صغير. هنتكلم عن ميل الخط. ليه الخط بيميل؟ الطبيعي انه لما بنكتب الخط بيميل يا اما ناحية اليمين يا اما ناحية الشمال. طبعا في اللغة العربية بنكتب من اليمين للشمال، فالطبيعي انه خطنا بيميل من اليمين للشمال. الميل ده حاجة طبيعية، ممكن يميل شوية. الميل له صفات. اللي بيميل خطه من اليمين للشمال تبقى شخصية اجتماعية، شخصية بتحب التعامل مع الناس. لكن لو زاد الميل ده يبقى عندنا مشكلة نفسية. اللي خطه عدل ما بيميلش، ده شخص معتمد على نفسه، بيحب هو اللي يكون دايما في الصورة، وهو اللي بيعمل كل حاجة مش محتاج لحد. لكن لو مال الخط لليمين يبقى احنا عندنا مشكلة نفسية انه الشخص ده انطوائي. ولو كان الميل كبير يبقى الشخصية انعزالية، شخصية عندها مشكلة نفسية وما تحبش تعيش مع الناس. آخر موضوع اللي هو الضغط. أحيانا بنكتب وبندوس على الورقة بشكل كبير، ليه؟ والضغط ده عبارة عن إيه؟ الضغط ده ملوش علاقة بالعضلات. ممكن نشوف واحد قوي لكن بيكتب بخط خفيف، ممكن نشوف واحدة صغيرة جسمها ضعيف لكن بتكتب بشكل جامد. القوة دي أو الضغط ده عبارة عن قوة الإنسان الداخلية، اللي هي القوة اللي جوه الجسم، ملهاش علاقة بالعضلات أو جسم الشخص. اللي بيكتب بخط تقيل ده عادة بيكون شخص مادي، شخص عنيف، شخص انفعالي. اللي بيكتب بخط خفيف شخص روحاني، شخص بسيط، شخص متسامح. كل الحاجات دي مهمة، لازم نشوفها في خطنا. بص على خطك وشوف انت فين بالضبط، وحاول تكون دايما في الوسط. كل واحد فينا له هدف عايز يوصله. في ناس عندها هدف بسيط، في ناس عندها هدف صعب، في ناس بسيطة جدا. واحد عايز يتجوز، واحد عايز يسافر برا، واحد عايز يتعلم. بس بنحاول نوصل للهدف بتاعنا وبنضغط على نفسنا عشان نوصل للهدف ده. الموضوع ده علاقته ايه بالخط؟
وازاي نعرف الحكاية دي من خطك اللي انت كتبته؟ نشوفكم الحلقة اللي جاية.